أكيد متابعين يا نور، كتير ما بنسمع عن الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، وبنقول إنه شخص عنده طاقة سلبية بمجرد مجالسته بتتحسن الأفكار وبتصير عم تعطي طاقة إيجابية. ممكن كتير من الأشخاص بيعطوا طاقة سلبية بتستمد منهم وبتصير مخزونة جواتهم، ولكن الأغلب الطاقة الإيجابية هي المسيطرة علينا. رح نحكي أكثر عن كيف فينا نحن نتصدى للطاقة السلبية ويكون عندنا أكثر طاقة إيجابية مع ضيفنا الأستاذ المهندس محمد لبابيدي. صباح الخير أستاذ، أهلا خير وسهلا ليها، صباح فيك. الخير نور، سعد صباح الخير صباحك، لهذا الكادر الجميل أهلا وسهلا. ولمشاهدي قناة الإخبارية إلى يسعد مكان. صباحك. مثل ما قالت ليا بالمقدمة، يمكن كثير من الناس عم تعاني من ظروف قاسية اليوم، وأكثر الناس بتقول لك أنا تعبانة نفسيتي، أنا اليوم عندي طاقة سلبية كثير قوية. خلينا نحكي عن مفهوم قبل ما نفوت بالتفاصيل كيف فينا نكون أشخاص إيجابيين أو سلبيين. كيف خلينا نحكي عن مفهوم الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. هلا الطاقة هي بحقيقة بالتعريف العمومي هي الشحن، يعني شحن قدرات الجسم، شحن قدرات التفكير. هلا ممكن تكون الشحن سلبي، ممكن يكون الشحن إيجابي، ممكن يكون الشحن فارغ. فلذلك نحن دائما ما نسعى لشحن طاقتنا بالإيجابية. من خلال شو؟ من خلال التركيز على الأشياء اللي احنا عم نسعى إلى، من خلال عدم التركيز تقريبا على الأشياء اللي احنا فاقدينها أو بدها وقت. ممكن احنا نحاول نستغني عنها لمرحلة من الزمن، عدم التركيز عليها وعلى حاجتها. ثانيا، صناعة البدائل لدى الإنسان. يعني احنا دائما بالحياة ممكن يكون عندنا أهداف معينة نصلها بطرق معينة، لكن في طرق مختلفة، وكل شيء دائما بده ياخذ وقته. لذلك لازم الإنسان يتحلى أولا مثل ما قلنا بالتقرير بالثقة بالنفس، يتحلى بقوة القلب، ويتحلى أيضا بالحضانة الاجتماعية من خلال وجود أصدقاء أقوياء، أسرة متماسكة، يعني وهدف محدد نسعى له. تمام أستاذ، خلينا نحكي بنقطة. دائما من في الصبح بيكون ما في شيء، يعني ما في لا استمديت طاقة سلبية ولا طاقة إيجابية ولا شفت حدا ولا شيء، بتقوم طاقتك معنا منيحة، ممكن طاقة مرض، ممكن طاقة تعب، ممكن طاقة، المهم هي طاقة بشعة بتكون. ليش الواحد بيفيق من النوم بيكون عنده طاقة سلبية أو طاقة معنا منيحة وبصير كل نهاره معكر بقى؟ هل هاي النقطة كثير هامة؟ لذلك احنا بنقول انه اذا الانسان بده يعرف نهاره كيف بده يكون نهاره، يفز اول ما يفز من النوم يطلع حاله على المراية مثل ما بشوف وشه حيكون نهاره. لذلك نحن نسعى ما نتجنب هالحالة هي. انا بقول دائما ليا الانسان ضحية افكاره، يلي بتنام عليه انت حتفيق عليه. يعني اذا كانت الخاتمة مو راكزة، الخاتمة مشكلة، الخاتمة فكرة سيئة، الخاتمة التركيز على السلبيات، الخاتمة التركيز على النواقص، العقل حي عليك هذه الأفكار وأنت نايم. فبيصير أحيانا هالفكر هذا بصراحة سوى ضجيج فاق الطاقة تبع العقلية، فبتلاقي ممكن الإنسان حتى هو نايم عم يعبس، هو نايم عم يئن، هو نايم مثلا عم يقول بفز احيانا بحس حاله كانه واقع، ايده عم تجعه، رجله عم تجعه، لانه الافكار بتاثر حتى على الصحه الجسمانيه للانسان. هلا نحن ممكن نصنع افكار الايجابيه، يعني انا امتى بصنع فكري الايجابي؟ وقت بلاقي انا عندي من الاشياء اضعاف مضاعفه من الاشياء اللي بتنقصني، وعندي اشياء هي احلام لغيري، سواء كانت صحتي، سواء كان شكلي، سواء كانت وظيفتي، سواء كان عملي، سواء كان رزقي، هي بحد ذاتها هي اللي انا يمكن يعني زهدان فيها، هي احلام لغيري. فقبل ما انا بصراحه هلا اركز على النواقص اللي مثل ما قلتوا مثلا والله على الكازيات وعلى الكورونا وعلى طيب قبل ما تركز انت على نقصك، لك استمتع باللي عندك. بجوز تجي هي الامور اللي هي ناقصتك بس انت تفقد لذة الاستمتاع فيها. كيف بدك انت تنفذ هذا الحكي تطبيق على ارض الواقع فعلي؟ يعني كل الناس اللي عم تتابعنا بتقول لك هيدا حكي نظري، فعليا انا عندي ضغوط نفسيه وماديه واقتصاديه كثير كبيره، يعني كيف اساسا انا فيني بين كل هالقصص كلها انا اشوف شو الايجابيات اللي عندي؟ هلا اول شيء والله يا نور، هذا الانسان اللي عم يقول هيك طبعا انا معه، لانه نحن كنا اغلب عايشين الناس اللي بمجتمع حواليك عم واحد، تقول يعني هيك. ما عايشين بالمريخ. اغلب الناس اللي عم تقول بس هيك، هذا الانسان اللي عم يعاني من الضغوط هي، والله اذا وجعه سنه بس لينسى كل الضغوط ويركض دغري على دكتور اسنان لحتى يتخلص من وجع سنه، وبيقول لك يا محلى كل شيء على وجع السن. لا شك انه نحن عندنا ضغوط، بس ما بدي انا اتاثر علي سلبيا حتى اتحطم، انا بدي الاقي كيف حلول. يعني خلينا نبلش معه خطوه خطوه، لاي حدا كيف انا
فيني غير طاقتي السلبية؟ يعني مثلا هلا نحن عندنا ضغوط معيشية، تمام؟ هلا نحن ممكن عواب ما نفكر والله بالغلا والقلة ونقص المادة وكذا، ليش ما أفكر مثلا أنا بعمل آخر؟ ليش ما أطور مهاراتي بعملي حتى أحسن دخلي؟ يعني مثلا بتلاقي في ناس كثير اختصاصة معين درست اختصاص آخر، صار عنده شغلتين عواد الشغلة الأولى، عواد شغلة واحدة. ممكن إنسان مثلا يكون موظف مثلا يستطيع حتى يحسن دخله وما يقعد بقى يفكر مثلا مسكين بهم المعيشة، إنه يبحث عن عمل آخر يستثمر هوايته. ممكن نحن نطور هوايتنا، ممكن أنا نفس الضغوط هي من خلال مثلا إني أعمل تمرينات معينة حتى ساعد فكري على استقطاب الأفكار الإيجابية. هلأ هي الصعبة ها، لأنه أنت لازم يكون عندك أفكار إيجابية، العقل حيأوجد لك سبل تحقيقها. يعني مثلا إذا أنا ركزت أنه خلص أخي ما عاد في أمل بالحياة والشغلة كلمة للورا وكذا، عقلك حيخليك تشوف كل شيء أسود يحقق الفكرة اللي أنت حطيتها. أما مثلا بتقول أنه لا أخي أزمة إن شاء الله وبتمر، ومرقنا بأزمات سابقة والحمد لله خلصنا منها، وأنا الحمد لله عم بكتسب قوة وعم بكتسب خبرة. لأنه الخبرة منين بتجي؟ الخبرة بتجي من الأزمات. يعني الأزمة بتنوجد حتى أنت تكتسب خبرة بالتعامل معها وتعلم الأجيال كيف يتعاملوا معها، مو مشان تحطمك، مو مشان تجعل منك أنت عبء على نفسك إضافة للأزمة اللي هي عبء عليك بالأساس. تمام أستاذ، خلينا نحكي بعلاقة طعامنا اليومي بطاقتنا. يمكن في كتير أنواع من الفواكه، من الخضرة، بتعطي طاقة حلوة للجسم وبتعطي طاقة حلوة للفكر. خلينا نحكي عن هاي العلاقة، وليش يعني ليش طاقة الأكل ممكن هي تحسن من مزاجنا، تحسن من طاقتنا أيضا؟ هلا طبعا احنا بالتنمية البشرية بنقول ليها انه الإنسان يتأثر بما يرى ويتأثر بما يسمع وأيضا يتأثر بما يأكل. أهم شيء انك انت تتجنب التخمة من كل شيء. مجرد ما صار عندك تخمة صارت الطاقة سلبية، صارت الطاقة خمول، صارت الطاقة كسل، حتى وإن كانت من الفواكه. يعني أنا أكل فواكه حتى انتخمت، خوش هلا ما حدا عم يأكل فواكه حتى ينتخم لو غليت، بس يعني حتى لو أنا شربت حليب، حتى إذا كانت لحد التخمة انقلبت لخمول وكسل. وانتبه لناحية، شعور الشبع بيجي بعد الأكل بنص ساعة أو ثلث ساعة على الأقل. يعني بجوز أنت تكون شبعان بس ساعتك عم تأكل، لاحظت كيف؟ فعطي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلث للماء وثلث للهواء وثلث للطعام. الآن نحن دائما وأبدا في عنا مثلا إحنا فنجان القهوة الصبح، تمام؟ الفنجان القهوة الصبح جيد، بس أكثر من هيك لا، ممكن تستبدله بكاسة حليب، لاحظت كيف؟ ممكن تستبدله مثلا العصر أو المساء بكاسة عصير طبيعي، لاحظتي كيف؟ هذا كله بيساعد دائما. يعني المنبهات انتبه لزيادتها، لانه بتعطيك تشنج، بتعطيك توتر. فانا دائما بمركزي مركز صناع المستقبل بيجيني مثلا ضيوف او كذا عم تعاني من توتر، بقول له يعني فنجان قهوه واحد بالنهار وكاسه شاي صغيره، مو هي الكبيره يعني اللي بتحطوا كبيره وحطوا ظرف، هي لحالها بتسوي لك يعني جلطه من كثر ما بتتوتر فيها. لذلك خفف المنبهات، استعيض عنا مثلا بالحليب، واستعيض عنا بالعصائر، وحاول تتجنب التخمه. ودائما خلي الفطور، وجبه الفطور يعني غنيه، وجبه الغداء متوسطه، وجبه العشاء خفيفه قدر الامكان. طيب خلينا نحكي عن تدريبات معينة ممكن أي شخص عم يتابعنا يكون فيها من الصبح. مثل ما قلت يمكن هي التدريبات بتبلش بقبل بنهار، يعني بالليل، حتى أنا فعلا تلاقي الواحد بس يحط راسه على المخدة بيتذكر يمكن كل الأفكار السلبية أو كل المواقف البشعة اللي مرت براسه. خلينا نحكي كيف أنا فيني بلش هيك بعض الخطوات التدريبية لممكن أنا فعلا أجذب الطاقة الإيجابية وبلش نهاري بشوية تفاؤل. هلا أول شيء انتبه لموضوع المتابعة. يعني أنا بيجيني إنسان كله عم يرجف أو مسكين كله مضغوط، وهيك بقعد معه بجلسة بالمركز بلاقيه مثلا بينام هو حاطط مثلا على الأخبار، وبتعرفي الأخبار ما أحلاها هلا، كلها كورونا وكلها مصايب وكلها كذا، فهذا كله عم تضغط على أعصابك. العقل مثل ما قلنا أخذ الأفكار هي بجوز تشوفها بمنامك، لاحظت كيف؟ مثلا أنا عم قلب على الفيس بتلاقي مثلا الخبر الحلو بشطحه، الخبر المصيبة فلان مات، فلان انجلط، جريمة صارت، جريمة، وباخذها وببعتها.
عرفتها وبولع فيها، فما انا عم بصير عم بضغط على اعصابي بهذه الاخبار. فانتبه لموضوع المتابعه، انك انت هلا انا مثلا قبل ما انام والله بتابع شغلات مضحكه، يعني الشغلات هيك الخفيفه مثلا حتى ولو كانت قديمه، بحب اسمع حمام الهنا مثلا بضحك وبنام على ضحك، بتفز سبحان الله مسرور. يعني تخلي الخاتمه حلوه، انك تنام على شيء جميل، انك والعقل بيسرحها، يعني بيطالعك من الحاله حسب الشيء اللي انت اعطيته اياه. انت هلا بتشوف مثلا احيانا انسان مسكين عنده ماساه عندي بالمركز، مثلا بيجي بحاكيه انا بقوم مثلا بذكره بشغله حلوه بعيد بطقوس رمضان مثلا بمناسبه، بقوم بيضحك رغم ماساته بيضحك. ليش؟ لانه العقل سرح بهذا الجانب. فانت خلي عقلك يسرح للجوانب الحلوه. الشيء الثاني انتبه لموضوع النفس، يعني دائما النفس انه نحن خلايا العقل تتغذى بالنفس، النفس اذا كان هيك ما كان عميق ما بيصل لخلايا الدماغ، فبتلاقي خلايا الدماغ يعني دائما تعبانه. ليش؟ انه ما عم تتغذى تماما، مثل السياره اللي بدون بنزين بتلاقي صارت حديد، والعقل كمان هيك بدون نفس واكسجين صار خرده. لذلك كمان موضوع النفس، التامل، انك انت تعمل استرخاء، جلسات استرخاء مع موسيقى، ممكن تقعد بالطبيعه ولو نص ساعه، وفي جناين كثير نص ساعه عود مثلا هيك كاسة عصير أو كذا، هي كلها بتساعدك. شوفي مثلا الهنود الصينيين اليابانيين بيعتمدوا كثير على موضوع التأمل وحولوه لموضوع رياضة اليوغا، ونحن عنا التأمل، حتى نحن عنا بشرائعنا التأمل عبادة. تمام استاذ محمد، يعني قبل ما نختم حديثنا معك خلينا هيك نعطي غير هدول التدريبات، نعطي نحن للمجتمع كيف بيتعامل مع الانسان اللي طاقته سلبيه وكيف بيتصدى. يعني اذا كان في حدا مقابل طاقته سلبيه كيف فيني استوعبه، كيف فيني احتضنه، كيف فيني اطلعه من هي الحاله، يعني بطرق بسيطه نحن فينا نستخدمها، يعني ما بدنا نحكي بطرق مادية أو تمام. هلا الطاقة مثل الأواني المستطرقة، يعني الطاقة الأقوى هي اللي تجذب الطاقة الأضعف. فإذا كنت قاعدة مع إنسان سلبي طاقته السلبية أعلى من طاقتك الإيجابية، بتطلع مكتئبة، بيكون هو اللي أثر عليكي وبيفتخرها، والله جاي عم تنظر خليت لك إياها تبكي. انتبهت علي كيف؟ لذلك أول شيء بدك تكون أنت قادر أنك تعطي الطاقة للآخر حتى تقعد معه، أو على الأقل ما تنعدى منه. والطريقة أني أنا بصراحة أني مثلا طالع الإنسان من طاقته السلبية، أول شيء أني أجي معه، يعني أقول له مثلا إيه والله الحق بإيدك، يعني أجي معه حتى يأمن لي، يسمح لي أدخل لعقله، يسمح لي أدخل لمجال الطاقة. كل إنسان في عنده هالة طاقية، بتلاقيه مثلا ما بيسمح لإنسان يدخلها، بيطلع واحد عن مثلا بتفوتي أنت على مكان صالة مثلا، بتلاقي في كرسي بتسحب الكرسي لحتى تبعديه عن اللي قدامك. ليش؟ لأنه ما بتسمحي له يفوت لمجال الطاقة. فأنا وقت بفوت أنا للإنسان أول شيء بيجي معه حتى يسمح لي فوت على مجال طاقته وأثر فيه. ثانيا باخذ خليه يفرغ عن شو مثلا بدي احكي عن المشاكل المعيشيه، البنزين والواوا. طب شو بس انت متعاني منها؟ ما كلياتنا عم نعاني منها، بس ما كلياتنا صار فينا مثل ما صار فيك انت، يعني انتبهت علي كيف؟ والشيء الثاني اني حول تركيزه بقى من التفكير بالمشكله للتفكير بالحل وصناعه البدائل، وايضا نركز له على المواضيع الايجابيه حتى بصراحه يغير طريقه تفكيره من التركيز على السلبيات الى التركيز على الايجابيات. تمام. اكيد بدنا نشكرك المهندس محمد لبيدي على وجودك معنا، ونقول شويه تفاؤل يمكن ابتسامه صغيره، يا رب هيك الله يفرجها على كل الناس، وان شاء الله هيك بينزرع الخير والسلام بقلوب كل الناس. شكرا كثير لك. شكرا نور، شكرا ليا، شكرا لهذا الكادر الجميل، وشكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا. شكرا لك والله يفرج على الكل يا رب، والله يهون على الكل.